بص يا ميرفت، انا اقول لك الحقيقه، انا مش بخيل بس برضه مش عبيط. يعني انا مستعد ادفع كل اللي معايا عشان اجيب حاجه نستمتع بيها وتتبسطي وتبقي مبسوطه، لكن مش هجيب حاجه عشان الناس تقول ده جلال ده جامد، لا. وانت شايف يعني ان انا بفكر كده؟ ما انا عشان عارف ان انت دماغك شبه دماغي انا متمسك بيكي موت. انا افتكرتك هتقول عشان بتحبني فانت متمسك بيا. لا، ما انا عشان واثق في دماغك انا بحبك وموت كمان. تشربي ايه؟ طب ناكل الاول بقى. ده انت داخله على طمع بقى. ايوه طبعا. ماشي. شفت مش قلت لك بخيل؟ لا. يا مات، بقول لك ايه يا بهير، انا مش هقدر اقعد هنا اكتر من كده. انت عارفه الارض لوحدها في البلد ولازم حد يرعاها، واللي انا بقالي هنا ياما. ولا يهمك يا اخوي، سافر انت بالسلامه وانا هنا بدالك. اللي مش عارف يا بهيره، حاسس كده اني متقصر واللي تعبان حبتين. انا زعلان من نفسي قوي يا بهيره، حاسس اني كان لازم اطبق في ضماره رقبه البت دي ولا اطلع روحها في ايدي. اللي بس برضه الكلام اللي انت تقوليه فيه شيء من المعقول. أني هجيب لك من الآخر وهكون صريحة معاك، اوعى تفتكر إني مش جوايا بيغلي، لا، ده أني جوايا بيغلي نار، بس مش من البت ليلى، من اللي ظلمها، إحنا اللي مش عايزين نشوف الحقيقة، البت نضحك عليها وإحنا أهلها، إيه؟ نسيبها في الشارع؟ نرميها؟ ولا نقف جنبها؟ ده أني آخد حقها من عين اللي ظلمها، وبعد كده أعمل فيها اللي يلد على دماغي، إن شاء الله حتى علقها من شعرها كده في ميدان عام. ومش عايزين نعمل الغلطة اللي غلطناها قبل كده يا أخويا، وسيبنا الولاية لوحديه، وأدي النتيجة. ما أنت اللي طول عمرك بتكرهيها يا بهيرة. بكرهها. كانت شايفة نفسها عليا وفاكرة نفسها إنها أحلى مني. فاكر لما كانت بتيجي مع المرحوم جوزها وتتنك كده عليا، فاكره نفسها بنت انصل الوز، ليه على ايه؟ بس اللي هي في حاجه، وان يكون اني اكرهها او احبها حاجه تانيه خالص. لا راجل يا بنتي يا بهريري. راجل؟ راجل ده ايه يا راجل؟ امال الاتنين اللي جايبهم لك زي الفل في البلد دول ايه؟ قومتي ولا قومتي؟ لسه صاحية؟ ما نمتيش ليه؟ النوم مش عايز يجي يا بهيرة. لا يا أختي، أنتِ لازم تنامي كويس وتتغذي كويس، عشان البت لما تشوفك تحس إنك قوية ووراها كده في ظهرها، عشان هي تهدى وتفكر وتعرف تاخد حقها من اللي ظلمها. ما تسيبنيش يا بهيرة. أسيبك إيه يا ولية؟ ده أنا سايبة داري وحالي وقاعدة معاك أهو. والله يا اختي كانت متجوزاه، انا مش بكذب عليك، عارفه لو هي ما كانتش متجوزاه انا اللي كنت قتلتها. مين ده اللي يستجري يمس شعره من شعر ليلى؟ ايه رايك بقى ان ليلى انا بحبها زي بنتي تمام؟ صحيح انا كنت مقيره منك شويه، بس يلا المسامح كريم يا ولي. ما تسيبنيش يا بهيره، انا مش عارفه من غيركم كنت هعمل ايه. هسيبك ايه بس؟ فارس مسافر يطل على الارض وعلى العيال، واني قاعده معاكي ان شاء الله مليون سنه، هقعد معاكي لحد ما البت تخرج من ازمتها وترفع راسها قدام ناس كلتها، وبعد كده هاخدها عندي في بيتي ااكلها واشربها من خير اهلها عشان تربرب كده. مش عارفه اقول لك ايه يا بهيره. يا اختي لا تقولي ولا تعيدي، قومي اعملي لنا فنجانين قهوه حلوين كده عشان نعرف نتحدد مع بعضينا، عشان نشوف هنعمل ايه. على فكره أنا لازم أروح للبيت عشان تحس إن أهلها وراها وإنهم ساندينها، وكمان لازم نكلم المحامي نشوف عمل إيه، مش هو المفروض يكون راح لها؟ طيب سيبي ترتيب الحاجات دي كلها علي، صحيح أنا فلاحة لكن قروبة. ما تقلقيش، وحياة النبي كل حاجة هتبقى 100 فل و15 كمان. شوف الولية
أمال أقول لك عايزة أشرب فنجان القهوة وأنت مطنشة؟ سامحيني يا بهير يا أختي. سامحك يا أختي، ده إحنا أهل. أمي بقى يا وليه؟ عايزة أشرب القهوة أنا فوقها هيطير. أنا كنت قلت الذوق معاكي أوي. عادي يعني، إيه الجديد؟ قومي يا أختي مادام ضحكتي كده، اعملي لنا فنجانين القهوة، ولو مستكتري أنا أعمل لك القهوة وأجيبها لك لحد عندك كمان. آه. أنا أقوم أخدمك بعناية يا حبيبتي. لا يا أختي مش عايزة عينيك، أنا عايزة فنجان القهوة. ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك أبدا. ويخليكي يا أختي. رجع على الولاية يا رب. ايه يا منير؟ ايه يا حبيبتي؟ انت مش هتتعشي ولا ايه؟ ايه ده؟ انت مخرجه هدومك كده ليه؟ مفيش يا ماما، انا بس حاسه انه كل اللبس ده ما بقاش يناسبني. ما بقاش يناسبك؟ هو اللبس ده مش انت لسه اللي جايباه من شعر؟ ايوه يا ماما، بس خلاص كله قصير وضيق وحاجات نص كم، ما بقاش يناسبني. ما بقاش يناسبك؟ هو انت اللي اخترتيه ولا حد اختارهولك؟ جرى ايه يا ماما؟ هو انا مش من حق اختار لبسي فعلا ولا هو كلامه خلاص؟ خلاص يا بنتي أنا رايحة أعمل العشاء. مين قال إن إحنا أحرار وإن لينا حق الاختيار؟ كل حاجة في حياتنا قدر ونصيب، إحنا ملناش الحق في اختيار أي حاجة، لا أسامينا ولا أهالينا ولا حتى اللي بيحصل لنا. وخلي بالك يا منيرة، الدنيا ما تتأمنش، الخطر ممكن يبقى جنبك وانتي مش شايفاه. حتى نور مش يمكن هو كمان كذاب؟ ايوه طبعا ممكن، مفيش حاجة في الدنيا واضحة او اساسية، انتي لازم تعملي حسابك وتاخدي بالك. الموت يا منيرة، الموت ممكن يجيلك فجأة، يعني انتي ممكن تموتي دلوقتي، هتعملي ايه؟ بعدين الموت ده حاجة فظيعة، ده متر في متر، بعد اللبس والأكل والطموح والجوز والعيال، موت يعني فناء، يعني كله ملوش أي لازمة. لا ده من الواضح بقى إن القضية دي هتاخد وقتك كله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. لا مش للدرجة دي يعني. مش للدرجة دي؟ ده للدرجة دي وأكتر كمان. أنت عارف أنت بقالك قد إيه قاعد كده؟ كتير مش كده؟ كتير قوي. عملت معاها ايه النهارده؟ تمام. انت عارفه ان انا افتكرت كلامك اللي انت قلته لي وانا نازل من عندها؟ بجد؟ اه. الكلام اللي انت قلتيه انك مستعده تقتلي اي حد يقرب من ابنك. ايوه انا قلت كده. هي كمان قالت نفس الكلام. اقول لك على حاجه؟ ايه؟ بغض النظر عن الجريمة وإنها حاجة صعبة قوي إن حد يقتل حد، إلا لو كانت فعلا في حالة دفاع عن النفس زي ما هي قالت، لكن أنا حاسة إن أنا معاها ومعجبة بيها قوي. أنا كمان معجب بيها قوي. ده الحكاية كبرت يا متر. قولي أنت عملتي إيه مع جلال؟ إزي قبلك تاني؟ هو عارف عنوان المكتب، وبعدين ده قابلني مرتين قبل كده وانا قلت له كل طلباتي. لا اصل هو المره دي يعني عايز يحدد ميعاد الجواز عشان هو خلاص هيفتح المكتب ان شاء الله. الجواز؟ انتوا اتفقتوا خلاص؟ هتقف وش يا متر ولا ايه؟ اكيد لا، خلاص طالما انت مبسوطه، بس لازم ينفذ كل اللي انا عايزه. يا عماد سيبني اعيش الحياه اللي انا عايزاها، سيبني اجرب الدنيا، محدش بيقدر يضمن كل حاجة ولا حد يقدر يمنع حاجة انها تحصل. المهم ان انت تشوفني مبسوط، مش هو ده اللي نفسك فيه؟ ميرفت انا خايف عليك، الجواز مش لعبة، انا عايز اضمن لك حياة مناسبة مستقرة. انت ضمنت لنفسك حياة مناسبة؟ تقصد ايه؟ اقصد ان احنا دايما بنطلب من غيرنا اللي احنا ما نقدرش نعمله، بنطلب المستحيل ونستنى ان غيرنا هو اللي يحققه. تخيل نفسك كده لو نفسك تتقدم لواحدة جدا
حط نفسك مكان جلال وما عندكش غير المكتب وحد جاي يقول لك اضمن لي بكره كمان، هتبقى مبسوط؟ عارف انا بحبك وبموت فيك ليه؟ ليه؟ عشان صراحتك دي، ربنا يخليك ليا. استني كل سنه وانت طيب. وانت طيب، انت فاكر؟ يا حبيبي ربنا يخليك ليا. ميرسي. وانت طيب. ليلى عز الدين المحمدي، 25 سنة، خريجة ألسن، وحيدة، متهمة بجريمة قتل يوسف المعداوي، تتهم بأنه حاول قتلها أثناء محاولة إجهاضها. أمر الإحالة طلع من النيابة، الحمد لله كويس، معقول قوي بالنسبة لنا، كل حاجة ماشية تمام، ربنا مسهلها. قولي لي أنت مش ناسية أي تفصيلة حتى لو كانت صغيرة يعني وعايزة تقولها لي؟ ما فيش أي حاجة عارفاها ما قلتها لكش. طب قولي لي، هو مين اللي جاب المحامي اللي كتب ورقة الجواز؟ يوسف اللي جابه، أنا حتى اسمه مش فاكرة. أنت متأكدة إن الورقة كانت عندك ولا في مكان تاني؟ لا لا طبعاً متأكدة، كان عندي في شقتي، أنا كنت حطها في الدولاب بتاعي، بس على فكرة هو كمان كان عنده نسخة، فطالما نسختي اتسرقت أكيد نسخته لسه متشالة. طب انت فاكره هو شايلها فين؟ اكيد في مكتبه او او ايه، قولي. في شاليه العجمي. العجمي؟ ايوه، هو عنده شاليه هناك، كان دايما بيشيل الورق الخاص بيه هناك عشان كان عايز يعمل بيزنس من ورا بابا. طيب ممكن تديني العنوان؟ استاذ عميد افندم، انا بشكرك على اهتمامك قوي. لا لا، ده شغل يعني، ده العادي. حتى لو ده العادي بالنسبة لحضرتك، هو مش العادي بالنسبة لي. أنا كنت خلاص قربت أفقد الأمل إن حد يقف جنبي. على فكرة في حد هيجي يزورك النهاردة، هو ساب كل حاجة وراه وهيقعد في مصر عشان يتابع يعني القضية توصل لحد فين. ده مين؟ لما يجي هتعرفي. قولي لي بقى، فين في العجمة؟ العجمة من هانوفيل. الهانوفيل نمرة 25 على البحر. 25 على البحر. على فكرة تقرير الطب الشرعي الخاص بيكي طلع، أثبت إن في كدمات متفرقة في الجسم وخاصة في منطقة البطن، وده في صالحنا. وفي نفس الوقت تقرير الطب الشرعي الخاص بجثة يوسف أثبت إن في طعنة في الجانب الأيسر. والد يوسف استلم الجثه النهارده وعيد فينا. المعداوي؟ الراجل ده بيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يصدر حكم عليكي بالاعدام. عارفه. وانتي مش هتستسلمي، مش كده؟ ربنا يسهل. صباح الخير. صباح الخير يا هنا. هو مفيش حد هنا ولا ايه؟ لا والله يا ست هنا. مع ان انا متصله وقايله ان انا جايه، واضح ان مفيش حد عايز يشوفني. ممكن تعمل لي قهوه؟ حاضر يا هنا. ايوه يا بابا. انا وصلت. تخيل ما لقيتش حد هنا، محدش في دماغه حاجه، هو يعني يوسف كان هيجيبه من بره؟ ده حتى ما حدش فكر يسال عليا وصلت ولا لا، ولا يجي ياخدني من المطار. لا لا لا، اقعد ايه، انا هشوف الامور هنا ماشيه ازاي واخلص المواضيع اللي ورايا واخد اول طياره وارجع على طول. ماشي بابا، سلام. سيد. افندم يا هنا. هو خالد فين؟ والله ما عنديش فكرة. وراوية؟ تقريبا في الشركة، أنا سمعتها الصبح وهي بتقول إنها هتطلع لهناك. طبعا هي اللي زي دي تضيع وقت أبدا.
يو عليك يا شمس، يا وليه اتاخرنا، انت بتعملي ايه كل ده؟ بلف لها السندوتشات وهناخد تاكسي وهنوصل على طول ان شاء الله. يلا يلا. حاضر حاضر. يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا يا اختي يلا. منيرة بقول لك ايه، عايزك تجهزي الملف بتاع مدينة النور الجديدة. مالك في ايه؟ حاضر. اختاري لك بنت من السكرتيرية تبقى معاكي على طول. حاضر. تقدري تجهزي امتى؟ ساعة بالظبط. تمام. بس بقول لك ايه، في بنت في دماغك ولا الله ولا لسه هتفكري؟ لا لسه هفكر. بسرعة بسرعة. حاضر. انا جبت القهوه لحضرتك زي العاده. ايه زي العاده دي، هو انا بلعب معاك في الشارع؟ اتفضل اطلع وما تخشش الا لما تخبط، وما تجيبليش القهوه غير لما اطلبها منك، فاهم ولا لا؟ اسف يا فندم. اتفضل. استنى انزل هات لي خط جديد بسرعه. حاضر يا فندم. بسرعه. حاضر. ليلى يا حبيبتي يا بنتي. وانتي كمان، وانتي كمان يا دنا امي. في عيب امك بهيره يا اختي، تعالي يا روح امك تعالي. انتي بتبصي لها يا اختي هتاخدي الامر منها، تعالي. تعالي يا دناي. صغيرة على الخيبة دي. كبدي عليكي، كبدي عليكي يا بنتي، كبدي عليكي. اقعدي يا اختي استريحي، اقعدي. مالك يا بنت ضعفانه كده ليه؟ مش بياكلوك هنا ولا ايه؟ ماليش نفسي يا طنط بهير. لا مش عايزه اسمع الكلمه دي منك ابدا، ده انت لازم تاكلي وتاكلي وتتقوي كمان. بصي يا ليلى، انا جايه اقول لك كلمتين اتنين مالهمش تالت. وجيدي وما اقعد، ما هيتهنى في تربته اللي اسمه يوسف ده، ورب الكعبه الشريفه اللي ملست عليها بايديا دول. لا تكون بهيرة جايبالك حقك تالت ومتلت كمان. ربنا يخليك يا طنط بهيرة. عم فارس عامل ايه؟ كويس يا اختي بخير، كان هيجي معاي بس راح يطل على العيال والارض، وباذنك يا رب المره الجايه هيكون معاي. يلا يا اختي يلا كولي بقى، ولا انت هتعملي زي العيال نوكلك في بقك؟ يلا يا اختي يلا، ما تقولي لها حاجه يا شمس. في ايه؟ قولي يا حبيبتي. يلا قولي يا حبيبتي، ده انت بقيتي زي اللقمه الناشفه، انت لازم تتغذي يا ضناي. خدي ماما. خدي يا والله حبيبتي. مش قادره يا ماما بجد، والله مش قادره. سمي سمي الله يا اختي سمي. يلا كلي كلي يا روح امك كلي. خدي دي هدي. خدي خدي يا اختي، خدي يا اختي من ايد امك بهيره. كلي كلي. هي دي الحقيقه، مفيش حاجه هنا باسم حد، كل حاجه باسم عمي الحاج المعداوي. حتى الفلوس اللي باسم يوسف في البنك 2 مليون جنيه، يعني لو حسبتيهم بالدولار يطلعوا 300 ألف دولار تقريبا. بس يوسف كان بيقول لي كلام غير ده. يقول اللي هو عايز يقول. يوسف ده مصيبة، كان عليه حركات. مش كفاية المصيبة اللي بلانا بيها، يعني مرافق وكمان حامل منه. لا وإيه، لو جابت ولد هتقسمك في 300 ألف دولار. لا وإيه، مش مراته.
بس انا مش مصدقه الكلام ده يا راويه، والملفات دي مش مظبوطه، وانا هروح لعمي المعداوي وهو اكيد مش هيرضيني ان انت تسرقيني او تسرقي حق احفاده. عيب والله العظيم اللي انت بتقوليه ده عيب، ولو كنت بتفهمي في العيب فعلا ما كنتيش تتكلمي ابدا في ورث ودم الراجل لسه ما بردش. انتي انسانة خبيثة جدا يا روان. احترمي نفسك بدل ما ارميكي برا. ترميني؟ ترميني انا؟ على فكرة انا ليا هنا اكتر من اللي ليكي. اوعي تكوني فاكرة ان انا مش عارفة حقي ولا مش عارفة القانون في مصر. انا معايا محامين يعرفوا يجيبوا لي حقي كويس، وانا مش هسيب مليم من فلوسي. طيب يا حبيبتي، لو مش مقتنعة باللي انا بقوله روحي للمعداوي زي ما بتقولي. انا فعلا هعمل كده. بستين دهية. ميت وداخل مكتب ابويا وهو مش موجود. انت عارفه انت مشكلتك ايه يا راوي؟ قول يا سوسو. سوسو؟ صدقني عمري ما حد دلعني بالاسم ده قبل كده، بس حلوه مقبوله منك. طب شوفي بقى رورو، انت مشكلتك انك مفضوحه والشر باظز من عينك ومش عارفه تخبيه. ليه ما تقولش ان انت شايف الناس كلها زيك؟ لا ما انت مش فاهمه حاجه، أصل أنا في الأساس ما بحبكيش، وما كنتش موافق على جوازك من خالد من أساسه. طب أقول لك حاجة تانية تزعلك أوي؟ أنا كل يوم بقول له طلقي، لأنه يستاهل واحد أحسن منك مليون مرة. وطبعًا بقى المفروض إن أنا أزعل وأتضايق وأعملها حكاية. انسى. أنا كل اللي يهمني خالد، وهو عايز إيه؟ وحياتك عندي خالد عايز يعمل اللي بقول لك عليه بالظبط. بس المشكلة إن أنتِ صعبانة عليه. أنا صعبانة عليه؟ ده هو اللي المفروض يصعب عليك. مين يا حبيبي اللي هترضى تتجوز اخوك العاجز القطع الخلف؟ ما تتكلمي على خالد اخويا، تتكلمي كويس، لإلا ورحمه امي. امك؟ تصدق ان انا كنت بحب امك زي ما بحب ابوك بالظبط. بقول لك يا راوية، انت لسه ما دقتيش سمي، خلي بالك. على فكره عيب قوي لما تكلم مرات اخوك بالشكل ده. وبنت عمك ولا دي بقى نسيتها خالص؟ طب شوفي بقى بنت عمي، وحياتك عندي وحياة الشر اللي بيبظ من عينك ومن عيني لا تكون نهايتك على ايدي. ربنا يديك ويدينا طول العمر. خلصنا منه، طلعت لنا العقربة التانية. شوف لها صرف. انت طيب. ايه رايك؟ حلوة قوي. انا كنت خايفة قوي ما تجيش. ما تجيش ازاي؟ معقولة انسى عيد ميلادك وانا مجنون؟ ايوه تبقى مجنون ليلى. طب ما انا اصلا مجنون ليلى. على فكرة انا كنت هكلمك وبعدين قلت لا مش هكلمك. قلت هسيبك لوحدك اشوفك تفتكر ولا لا، عشان لو ما كنتش افتكرت كنت هحاسبك حساب المداكين. طب على فكرة بقى، انتي الوحيدة اللي ممكن تحاسبني. عارف يا يوسف انا نفسي في ايه؟ ايه يا روحي؟ نفسي اسافر معاك مكان فيه بحر لوحدينا. يلا بينا. بجد؟ والله شوفي انتي عايزة تروحي فين قولي. انا عايزة اسافر الاسبوع الجاي اي حتة انت تقول عليها. اوكي. ربنا يخليك ليا. اقعد بقى.
دوقي العصير اللي عندي. عملت ايه؟ ولا حاجة. ايه ما عرفتش تدخل الشاليه؟ لا دخلت، اديت الحارس 500 جنيه ودخلني، بس مش هي دي المشكلة. ايه؟ لفيت ما لقيتش أي حاجة غير خزنة في مكتب، وطبعًا ما قدرتش أفتحها. ما ممكن يكون جواها. ممكن طبعًا، بس أعمل إيه يعني؟ أجيب حرامي خزن يفتحها ولا أسرقها زي الأفلام؟ ما تقلقيش، خير إن شاء الله. استاذ عماد ممكن كلمتين؟ اتفضلي. انا رجاء صحفيه في جريده الحقيقه. اهلا وسهلا. كنت عايزه اتكلم معاك بخصوص القضيه. تحت امرك. انا متشكره جدا، انا كنت فاكرك هترفض. ارفض ليه؟ بما انك المحامي المسؤول عن المتهمه ليلى عز الدين المحمدي، انت شايف ان هي ليها الحق في قتل جوزها؟ لا لا لا، مفيش حد في الدنيا له الحق في قتل حد تاني الا في حاله الدفاع عن النفس. عموما بعد الجلسه نتقابل ونتكلم. على اذنك. صلي على النبي، صلي على النبي يا اختي، هتوقعي ده حكم اول درجه. 14 سنه مش كفايه؟ ليه هي قتلت فرخه يا اختي؟ صلي على النبي. ليلى مش هسيبك، مش هسيبك. لو ما حكموش عليكي بالاعدام انا حكمت عليكي وخلاص. ليه سايبه ولا سايبه يا راجل؟ تحكم على مين يا راجل يا مقبول؟ انت برضه مش هسيبك. ليلى ليلى اجمدي يا ليلى. يا ليلى يا ليلى يا بنتي يا ليلى يا ليلى على النبي. نفسك يا ليلى. على فكرة يا جماعة الحكم مش سيء زي ما هو واضح. أنا كنت خايف لتاخد أقصى عقوبة، وبعدين ده حكم أول درجة، يعني لسه في نقط. يعني ما تخافوش، أنا هعمل كل اللي أقدر عليه لغاية ما تطلع إن شاء الله. إن شاء الله، وأنا معاك يا متر في اللي تؤمر بيه. بإذن الله. اتفضلوا أنتوا عشان تريحوا. يلا يا جماعة، يلا 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 يا شباب. طلع عندنا أستاذ عماد. يا فندم. حضرتك شايف إن الحكم ده مناسب لموكلتك؟ والله المحكمة ما أقرتش توفر حالة الدفاع عن النفس، بدليل الناس عملت الرأفة معاها وما خدتش أقصى عقوبة. يعني أنا شايف إن الحكم كويس بالنسبة لنا أوي، خصوصًا إن ده حكم أول درجة ولسه في نقط. أيوه بس مش غريبة إن هي تكون معترفة على نفسها وتاخد حكم زي ده؟ الاعتراف لا ينفي حالة الدفاع عن النفس، والجريمة حصلت بين زوج وزوجة. بس المعداوي والد الأزيل بيأكد إن هي مش مراته. محكمة الجنايات لا تتعامل إلا مع الواقع، مع الحالة والعلاقة اللي بتربط بينهم، سواء بقى كان في عقد أو مفيش. يعني أنت شايف إن فرصتها أكبر في النقط؟ بالتأكيد إن شاء الله، خصوصاً إن مفيش حالة تعمد. الجريمة تمت يعني حالة عصبية وشجار أفضى إلى الموت. على إذنك. اتفضل. يلا. معداوي بيه؟ معداوي بيه؟ حضرتك عامل إيه؟ زفت. المحامي بتاعها بيأكد إنها ممكن تخرج في النقض. لا لا خالص، والحكم اللي أصدرته المحكمة هتأيده محكمة النقض. أنا مش عايزة أتأيده،
الحكم ده لازم يتغير، تتحكم من اول وجديد، ولازم تاخد اعدام يا حاج. عشان تاخد اعدام لازم الحكم ده يتلغي، وده معناه ان احنا اللي هننقض ونبتدي من اول وجديد، وساعتها المحكمه عشان تديها اعدام لازم تكون شايفه انها مرتبه للجريمه. لازم الراي العام نثبت له ان الست دي كانت سيئه السمعه. ايوه انت ممكن تعدي عليا في المكتب؟ طبعا يا باشا انا تحت امرك. ايوه في حاجات كتير لازم تتعمل عشان القضيه تمشي في الطريق اللي انا عايزه، ولا انت ايه رايك؟ لا عندك حق يا باشا، انت لازم تاخد حقك وحق ابنك كمان. شكرا. معتمد كان جايب اسطول محامي، الراجل ده مش هيرتاح لما يشوفها على حبل المشنقه. ده طبيعي اكيد يعني. ايوه بس احنا هنعمل ايه؟ واقفة خايفة جدا، حسيت انه ممكن يدينا اقصى عقوبة. انا بقى كنت متأكد ان هو هيصدر حكم مخفف، تقرير الطب الشرعي كان في صالحها. سبتعنا اللي في الجنب الشمال بتقول انها ممكن تكون كانت بتفكر تقتله. انا مش مرتاحة يا عماد، خاصة ان الموضوع كبير قوي. مش عايزك تقلقي، انا مطمن جدا وحاسس ان احنا هننجح. ربنا يستر. يا بنت يا حبيبتي يا بنت. آه عصير برتقالي إنما زي العسل. إيدين بهيرة بقى دوقي يلا. مش عايزة يلا. مش عايزة 14 سنة حرام حرام يا حبيبتي يا بنت 14 سنة يا لوي. اهدي اهدي يا أختي اهدي يا أختي. مش المحامي قال إن هي لسه حكم أول درجة؟ أول يعني إيه؟ في لسه كلام كيامة هيتقال. أول إيه ودرجة إيه 14 سنة يا أختي؟ البنت فيها كم عمرها؟ 14 سنة. أنا إزاي